مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلام في سرك، ودائما عبر الحياه اثنين. الازمات اللي عم نعيشها عديده ومتنوعه، مشان هيك نحن هون لنقدم حلول ترضي صاحب المشكله وتسهل حياته. ومثل العاده بنبقى حلقاتنا بتذكيركم بطرق التواصل معنا، يعني مباشره الى مروان. مساء الخير. مساء النور. شو هالزيت الحلو؟ مرسي، ربنا ولا مش ايش عم نظن؟ لا زيتي المره دي زيتي. مره قلت لك كان غير لونه وانت لابس غيره. قلتي زيتي، قلتي اسود وطلع هو كان زيتي اصلا. زيتي غامق. زيتي غامق. شو الاخبار؟ الحمد لله، الناس متواصله معانا بشكل لطيف جدا. وخليني في اول الحلقه اقول كده كم مسج من الناس اللي بعتت لنا. في مارينا مثلا، مارينا بعتت بتقول انا بحب البرنامج قوي. وفي هناء صبري بتقول بجد برنامج جميل جدا، ربنا يزيدكم نجاحا، شكرا لكم جدا. وفي نانا بعتت صوره، احنا كنا طلبنا قبل كده في حلقه ان هي تبعت حد يبعت صور بدل الافراح، فاكره؟ فهي بعتت صوره جوزها تقريبا في الفرح، لان هي صورتها في فستان الفرح، فانا حبينا ان احنا نعرضها لكم. ومرسي ليكم ومرسي لمتابعتكم. وخلينا في اول الحلقه افكركم بكل اللينكس بتاعتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. البيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي هي بيج كلام في سرك، دي اللي انا بقرا من عليها اغلب المسجات بتاعتكم. بس انا برضو مش عايزكم تنسوا التويتر يا جماعه، تويتر لازم برضو تعملوا فولو عليه، اللي هو آت كلام في سرك، ده الاوفيشال اكاونت بتاعنا. وكمان بنقرا كل الحاجات بتعملوا لها هاشتاج كلام في سرك بالعربي، دي بنقدر نتواصل برضو معاكم من خلالها، وابص على اي مواضيع واي حاجه عايزين تبعتوها لنا. وكمان عندنا الانستغرام بروفايل بتاعنا اللي هو كلام في سرك، ده الاوفيشال اكاونت بتاعنا اللي عليه كل الصور، تقدروا تتفرجوا عليها ونتواصل مع بعض، احنا اصحاب بقى مع بعضينا وكده يعني. وبعدين تقدروا، احب افكركم ان بعد ما الحلقه بتخلص بتنزل مباشره على الحياه تي في نتورك على اليوتيوب، تقدروا تتفرجوا على كل حاجه فاتتكم. واللي عايز يتابع البرنامج من الاول هيلاقي كل الحلقات اللي فاتته موجوده. والنهارده فعلا احنا النهارده عندنا، يعني لسه براجع المواضيع الحلقه، احنا فعلا النهارده عندنا حلقه مهمه جدا جدا جدا، ومن اهم الحلقات اللي اعتقد ان احنا هنقدمها ان شاء الله. صحيح يا مروان، منشان هيك